اليوم سنوضح لكم أهم المصطلحات المتعلقة بوسائل النقل الكهربائي. هذه المصطلحات تشوبها التباسات كثيرة، لعلكم سمعتم عن الأمبير أو الفولت أو الكيلووات أو كيلووات ساعة. نريد الآن توضيح هذه المصطلحات لكي تكونوا في منأى عن اللغة الإلكترونية. هناك أنواع من السيارات الكهربائية في السوق، ولكن معظم الذين يتحدثون عن السيارات الكهربائية يقصدون بها مركبات كهربائية تعمل بالبطاريات، كسيارة تسلا هذه، واختصارها BEV، أي سيارة كهربائية تعمل بالبطارية، وفيها تكون الطاقة بأكملها مخزنة، ويمكن شحنها باستمرار. لنلقي نظرة الآن على أهم المصطلحات التي يصادفها معظم سائقي هذه السيارة في حياتهم اليومية. لنبدأ بكيلووات ساعة. ألماني معه سجوك، يا لها من صورة نمطية، ولكن تخيلوا أن هذه هي بطارية السيارة. يشبه اللحم في السجوك الطاقة المخزنة في البطارية، ويتم حسابها بكيلووات ساعة. لسيارة تسلا مثلا، بطارية بقوة 77 كيلووات ساعة. لننتقل إلى وحدة الكيلووات. في السجق يجب أن يدخل اللحم بشكل أو بآخر في قشرة السجق، وسرعة دخوله يمكن مقارنتها بسرعة تدفق الطاقة في البطارية، وهذه السرعة تحسب بالكيلووات. غالباً ما توجد في المدن الألمانية الكبرى محطات شحن بقوة 11 كيلووات، وفي المدن الصغيرة أو في الريف تصل قوة الشحن إلى 50 كيلووتاً. توجد على الطرق السريعة محطات بمعدل 350 كيلووات. لنتحدث الآن عن الأمبير. لا داعي للقلق بشأن ذلك في معظم محطات الشحن، ولكن الأمبير يصبح مهماً بمجرد أن نشحن سيارتنا الكهربائية في البيت أو بواسطة أي مقبس. قوة التيار الكهربائي المتدفق عبر الكابل تسمى أمبير. الأمبير إذن هو وحدة التيار الكهربائي، ويجب أن نعرف كم أمبير يمكن أن يتحمله الكابل لكي نتجنب أي تلف للكابل أو للسيارة الكهربائية في مثالنا هذا، وإلا ستكون لدينا مقابس محترقة كهذا أو أسوأ. الآن ننتقل إلى وحدة القياس فولت. تسمى القوة أي الجهد المستخدم لنقل التيار الكهربائي بالفولت، وكلما زاد قطر الكابل زاد عدد الفولتات والأمبير الممكنة. يؤثر الجهد على سرعة الشحن. يتم شحن العديد من السيارات الكهربائية بما في ذلك تسلا موديل 3 بيرفورمانس بقوة 400 فولت. وبعض مصنعي السيارات الكهربائية مثل كيا وبورشي وأودي يتحولون إلى تقنية 800 فولت لتسريع عملية الشحن. فيما يتعلق بموضوع الشحن، إذا كنت قد تساءلت يوماً عن سبب قيام بعض الأشخاص بتوصيل كابل الشحن بالشاحن بينما يقوم البعض الآخر بفصل الكابل عن الشاحن، فإن ذلك يرجع إلى مصطلحين مهمين للمركبة الكهربائية، وهما التيار المتردد والتيار المستمر. هذا مثلاً هو شحن التيار المتردد. التيار المتردد هو الطريقة التي يتم بها توصيل الطاقة عادة. التيار المستمر هو الطاقة التي تختزنها البطاريات. إذا أخذت الكابل وقمت بتوصيله بمحطة شحن، فإنك ستحصل على تيار متردد يتم تحويله بعد ذلك إلى تيار مستمر في السيارة، ويتم تخزينه من ثم في البطارية. ولكن إذا كنت تستخدم الكابل مباشرة من محطة الشحن، فستتم تغذية بطارية السيارة بالتيار المستمر مباشرة، وهذا عادة ما يكون أسرع بكثير. لقد انتهيت للتو من الشحن بواسطة كابل موديل 2، وإذا كنتم تتساءلون عن ماهية هذا الكابل فتابعونا في الأسبوع المقبل.